صرح الإعلام الإسرائيلي قبل قليل أن هناك مشكلة كبيرة تواجه البعثة الإسرائيلية، وهي الشرط الأول الذي وضعته حماس، وهو إعادة المواطنين سكان غزة إلى الشمال. إسرائيل تطالب من الوسطاء وتطالب من يعني البعثة الذين يتفاوضون الآن في قطر أن يتم التعامل مع هذه التعامل مع هذا الملف في نهاية أو في المرحلة الثانية من المفاوضات، لكن هناك إصرار كبير من البعثة الفلسطينية على أن يكون هذا الملف هو الملف الأول الذي سيتم الحديث عنه، وهو عودة المواطنين سكان غزة إلى الشمال. وإسرائيل ترفض رفضا قاطعا عودة السكان الفلسطينيين سكان قطاع غزة إلى الشمال بحجة أنهم ما زالوا لم ينتهوا من عمليات التنصيب والتطهير كما يسمون ذلك. لكن بخصوص عائلات المخطوفين، لا شك أننا أمام أيام سيكون بها تصعيد كبير لعائلات المخطوفين، كما صرح أحد والد إحدى المخطوفات الجنديات المخطوفات في أسر حماس أننا من اليوم فصاعدا يعني نحذر إسرائيل أن التصعيد لن يكون على شكل مظاهرات ولن يكون سلمي، بل نحن نحذر إسرائيل بالحرف، يعني قال ذلك، نحذر إسرائيل أننا سنقوم بعمليات تفجيرية داخل إسرائيل، ويجب على إسرائيل أن لا تخاف من العمليات في رمضان من قبل الفلسطينيين، بل يجب عليها أن تخاف من عائلات المخطوفين الذين سيقومون بهذه العمليات. لا شك أن نفض صبر عائلات المخطوفين، بالذات أن لن تتوقع عائلات المخطوفين أن هذه الحرب تطول. نحن في الشهر السادس الآن، وهم باتوا يعني وأصبحوا على يقين أن نتنياهو لا يريد عودة إعادة المخطوفين، ويرى بهم أن عودة المخطوفين ستكون مقابل أو ثمن جلوسه كرئيس حكومة، وثمن لعدم دخوله السجن، لأنكم كما تعلمون أن نتنياهو الآن يواجه العديد من الملفات التي أيضا طالب في الأسبوع الماضي أن يتم تأجيل مرحلة السهود في إحدى ملفات نتنياهو لبعد الحرب، حتى أن يعني المحكمة العليا في بداية الحرب كان هناك جلسة لنتنياهو، وصرح القاضي لنتنياهو وسأله سؤال مباشر: هل تستطيع أن تخوض الحرب وتخوض أيضا الجلسات القضائية ضدك؟ وكان جوابه: نعم، أنا أستطيع أن أفعل، أخوض حرب وأواجه المحاكم ضدي. الآن نتنياهو لديه ضغط كبير من قبل الحكومة الأمريكية بأن يتوقف عن الحرب، والآن أمريكا تحاول أيضا كسب الوقت بذلك، أنها يوم أمس أعلنت أن بايدن طالب نتنياهو في آخر محادثة له أن يتم إرسال بعثة عسكرية مخابراتية لأمريكا ليتم التفاوض بخصوص دخول واقتحام رفح، وذلك لن يكون قبل أسبوعين من اليوم. لذلك هناك أيضا أنا أرى أن هناك أيضا مماطلة أمريكية بهذا الخصوص، وأمريكا تريد أيضا كسب الوقت ومنع إسرائيل من التهور ودخول رفح.